هذه الدراسة معنية في حقوق المواطنة الاجتماعية، وهي تنظر بشكل خاص على موضوع الفقر ولكن بطريقة جديدة بما يسمى الاستقصاء أو الاستبعاد الاجتماعي. والاستبعاد الاجتماعي هي منهجية دراسة الفقر بطريقة مختلفة عن فقط دراسة وضعية الفقر، بمعنى النظر إلى موضوع الفقر أو الحرمان باعتبارات تاريخية واعتبارات سياسية، والنظر إلى الموضوع الآن كيف وصلنا إلى هذه الحال لكي يساعدنا في أن نبدأ بحل المشكلة. والمنهجية تستند على الإحصاءات وعلى الأرقام بشكل أساسي. نعم، يوجد استخدام للنظريات وطرق عمل موضوعية، ولكن الجزء الأساسي في هذه الدراسة هو الارتكاز على الإحصائيات والبيانات، وهذا هو السبب الذي مكنني من دراسة الوضع في الأردن من ناحية مثلا من ناحية النظر إلى موضوع المخيمات أو ما شابه. تعددية الفقر نقطة مهمة جدا، لأننا ننظر إلى الفقر ليس فقط الفقر المادي، ولكن الفقر التعليمي، الفقر الصحي، الفقر السكني، أنواع مختلفة من الفقر التي يمكن أن يواجهها الشخص أو العائلة. ولهذا فالدراسة معنية نعم في النظر إلى الفقر المادي من منطلق الدخل الأسري أو من منطلق الراتب الشهري إلى آخره، ولكن أيضا الدراسة معنية في دراسة أوضاع السكن، دراسة أوضاع العمل، دراسة التأمين الصحي، الوضع الصحي للعائلة. كل هذه العوامل تشترك معا لتعطي الوضع أو الوصف الحقيقي للحرمان أو الفقر، وهو ما يسمى بتعددية الفقر. وهذا أيضا مهم، المهم في ذلك وجود البيانات التي تساعد على المنهجية في هذا النوع من الدراسات. العمل الذي نقوم به هنا في جامعة الأمم المتحدة في ماستريخت يعتمد بشكل أساسي على الدراسات الموضوعية التي تستخدم البيانات والإحصاءات من الدول المختلفة. ففي هذه الحالة مثلا التعاون تم مع دائرة الإحصاءات الأردنية للحصول على نتائج كما قلت موضوعية. هذه النتائج الهدف فيها مساعدة واضعي السياسات، لأن تكون عملية وضع السياسات مبنية على أسس قائمة، أسس علمية، وهدفها أن تكون الحلول المطروحة والحلول التي يقام بها من ناحية منهجية غير سطحية، تستند كما قلت على حقائق، تستند على دراسات سابقة، وتستند على موضوعية بحتة للوصول إلى حلول والوصول إلى سياسات فعلا هادفة وتؤدي إلى تغييرات ملموسة في المجتمع الذي تتم دراسته.